السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام يا رب تكونوا بخير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عاجل عارف مشاكرة يقصد وبقوه الاتحاد الجزائري والفاف ويقول على صفحته على فيسبوك امرا وليس فضلا اطلب من الاعلام الجزائري ان يتصل باحمد ابو ريده ويستفسر ما حدث ولماذا لم تجتهدوا لحد الان وثانيا لماذا اعضاء الاتحاد المصري طلبوا تقديم المساعده للفاف لكنها تماطلت ولم ترد عليهم حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم لانهم طبعا حبوا يضيعوا حق الجزائر الجزائريين لكن طبعا لا يضيع حق وراءه مطالب وان شاء الله التاهل للجزائر والفوز للجزائر باذن الله ويرجع الحق لاصحابه لا تنسوا اللايك بارتاج للفيديو والسلام عليكم